اعتقلت السلطات في بنغلاديش مطرباً بسبب رداءة صوته، وطلبت منه التوقف عن تأدية الأغاني الكلاسيكية لأن صوته قبيح. وزعم المغني والممثل هيرو ألوم أنه قبض عليه واحتجز في مقر الشرطة مدة 8 ساعات. وطلبت الشرطة من ألوم التوقف عن تأدية الأغاني الكلاسيكية، كما طلبت منه أن يوقع على تعهد بذلك وبالتوقف عن ارتداء زي الشرطة من دون إذن في مقاطع الفيديو الخاصة به.